السلام عليكم. وقفنا في واحد السؤال في الفيديو السابق، وهو كيف تتشكل تلك السهارة أصل البراكين، علما على أن هذه السهارة تتشكل في عمق تقريبا 100 إلى 150 كيلومتر، وهي مصدر هذه البراكين الموجودة على مستوى سلسلة القمر. السؤال اللي طرحناه هو كيفاش تتشكل هذه السهارة. فتلك السهارة تتشكل نتيجة انصهار صخور أخرى الموجودة على مستوى الرداء العلوي، تسمى بصخرة البيريدوتيت. فهذه صخرة البيريدوتيت هي التي تنصهر لتعطي هذه السهارة اللي هي مصدر تلك البراكين. السؤال اللي طرحناه كيفاش غتشكل هذه السهارة، باش نعرفوا كيفاش غادي تشكل هذه السهارة، كيف تتولد هذه السهارة، يعني خصنا نعرفوا كيفاش كتنصهر صخرة البيريدوتيت باش تعطينا هذه السهارة. اذا شنو غادي نعملوا؟ غنعملوا واحد التجارب على هذه الصخره ديال البيريدوتيت، يعني غادي نجيبوا هذا المختبر وغادي نعطيوها بعض الظروف التجريبيه من حيث الضغط ودرجه الحراره باش يمكن لينا ان نعرفوا وقتاش غادي تنصهر، في اي ظروف تنصهر هذه الصخره. فالنتائج كانت على الشكل التالي. اذا هنا كنلاحظوا هنا منحنيات، حنا غادي نفهموا هذه المنحنيات شيئا فشيئا. اول حاجه هناك واحد المنحنى رقم واحد، كاين منحنى رقم واحد ومنحنى رقم جوج ومنحنى رقم ثلاثه، كذلك هنا رقم واحد رقم جوج ورقم ثلاثه. مزيان، هذا المنحنى رقم واحد كيمثل ما يسمى بالدرجه السعيريه. شنو معنى هذه الدرجه السعيريه؟ وهو ارتفاع درجة الحرارة حسب العمق. ارتفاع درجة الحرارة حسب العمق اللي كنسمو بالدرجة السعيرية، وهي اللي كتثبت لنا هذا الممثلة بواسطة المنحنى رقم واحد. الآن هذه صخرة البيريدوتيت قلت سوف نعطيها واحد الضغط معين وواحد الحرارة معينة. ملي تيكون الضغط تقريبا صفر كنزيدو درجة الحرارة 100 200 300 400 500 كتبقى دائما في حالة صلبة. ولكن ملي كتوصل للحرارة تقريبا حوالي 750 800 850 تقريبا هذاك الشيء التقريبي، هنا تبدأ بالانصهار الجزئي، تبدأ بالانصهار الجزئي. الآن غادي نزيدوا من الضغط وغنشوفوا غنعطيوها عاوتاني الحرارة، غنزيدوا درجة الحرارة، كتبقى دائما هنا في حالة صلبة. ولكن ملي كتوصل درجة الحرارة تقريبا حوالي 1000 ولا 1100 هنا كتبدا كتنصهر جزئيا في هاد الضغط. غنزيدو من الضغط عاوتاني غنشوفو درجة الحرارة اللي غادا فيها الانصهار، هي هاد النقطة إلى آخره، كنلقى واحد النقط. هذيك النقط شنو كتمثل لنا؟ كتمثل لنا الظروف ديال الضغط ودرجة الحرارة اللي كتبدا هاد صخرة البيريدوتيت تنصهر جزئيا. غادي نجمعو هاد النقط في هاد المنحنى اللي هو حصلنا عليه المنحنى رقم جوج. إذا المنحنى رقم جوج أشنو فيه؟ فيه جميع القيم ديال الضغط والحرارة اللي كتنصهر فيها هذه الصخرة جزئيا، أو بداية بالأحرى بداية الانصهار الجزئي، لأننا نسميه بمنحنى بداية الانصهار الجزئي ديال هذه الصخرة اللي هي صخرة البيريدوتيت. الآن شنو غادي نعملوا؟ غادي نزيدوا من الضغط، نزيدوا من الضغط ونزيدوا درجة الحرارة. إذا ملي كتوصل لك الضغط صفر مثلا وصلت درجة الحرارة حوالي 2000 تقريبا، تبدأ بالانصهار الكلي، تبدأ بداية الانصهار الكلي. غنزيد من الضغط هنا كنلقى درجة الحرارة اللي غتبدا فيها الانصهار الكلي. غنزيد الضغط هنا، يعني هنا العمق راه بحال هنا الضغط، يعني تقريبا بحال بحال. إذا كل ما زاد العمق راه كيتزاد الضغط، وبالتالي كتغير درجة الحرارة ديال بداية الانصهار الكلي. إذا هنا حصلنا على واحد النقاط، غادي نجمعوهم بواحد المنحنى هو اللي كيمثلنا المنحنى رقم ثلاثة. إذا هذا المنحنى رقم ثلاثة كيجمع جميع القيم ديال الضغط ودرجة الحرارة اللي كتبدا بها هذه صخرة البيريدوتيت بالانصهار الكلي. بمعنى آخر، أي قيمة ديال الضغط والحرارة كتمتد لهذا المجال، حددناها الحرارة وحددناها الضغط مثلا، إذا هنا سوف نعطيها هذه الصخرة سوف تصبح منصهرة كليا. ولكن أي قيمة ديال الضغط والحرارة كتمتد لهذا المجال قبل هذا المنحنى تكون في حالة صلبة.
ولكن في هذا المجال اللي ما بين هذه بداية الانصهار الجزئي وبداية الانصهار الكلي، هنا كتكون صلب زائد سائل، يعني انصهار جزئي. انصهار جزئي يعني جزء صلب وجزء سائل. إذا هنا حالة صلبة في هذا المجال، حالة صلب زائد سائل، هنا حالة سائلة يعني كتكون سائل. إذا هذا هو بالنسبة لهذا المبيان اللي حصلنا عليه كظروف تجريبية للانصهار ديال صخرة البيروتيت. ولكن وهذا هو المهم، ولكن في حالتها الجافة، بمعنى أن هذه الصخرة فهي صخرة جافة يعني ما فيهاش ماء. فرنسية أليتا أنيدغ. شنو نعمل الآن؟ غادي نزيد عليها ماء تصبح صخرة في حالة مميهة، وغادي نعطيوها، نعملو نفس العملية، نعطيوها ضغط وحرارة. وثم ماذا نبحث؟ نبحث عن شنو هما القيم ديال الضغط والحراره، شنو هما الظروف اللي غتبدا بها الانصهار الجزئي. اشنو لقينا؟ لقينا هذا المنحنى. اذا هذا المبيان كيمثل لنا الظروف التجريبيه لانصهار صخره البيريدوتيت في حالتها المميهه، اليطا ايدغاتي، في حالتها المميهه، بيريدوتيت المميه. اذا هذا المنحنى رقم 2 هذا كيبين بدايه الانصهار الجزئي لصخره البيريدوتيت بوجود الماء، بينما هذا المنحنى في هو بدايه الانصهار الجزئي لصخره البيريدوتيت في غياب الماء. وهذا هو الفرق اللي كنلقاو ما بين هذا المنحنى وهذا المنحنى، بينما هذا المبيان وهذا المبيان، بينما هنا هذه بدايه الانصهار الكلي، يكون الماء ولا ما يكونش ماء وكاين حتى مشكل. اذا الفرق وهو في هذا المنحنى رقم 2. باش نزيدو نوضحو المسألة أكثر، وهو أنا غادي نحدو واحد الضغط معين أو واحد العمق معين، وغادي نبحثو عن درجة الحرارة التي تبدأ بها صخرة البيريدوتيت بالانصهار الجزئي أو بالانصهار الجزئي بوجود أو في غياب الماء. غناخدو كمثال 100 كيلومتر. إذا نحدد 100 كيلومتر، وهنا نحدد شكون هي درجة، شنو هي درجة الحرارة التي تبدأ بها بالانصهار الجزئي في غياب الماء وفي وجود الماء. في غياب الماء غندير الإسقاط هنا، غنلقى 1500 درجة. إذا 1500 درجة حرارية هي الحرارة اللي غتبدأ بها الانصهار الجزئي في هذا العمق 100 كيلومتر في حالتها الجافة. الآن في حالتها المميهة في نفس ذلك العمق، كم هي درجة الحرارة ديال الانصهار الجزئي لهذه الصخرة في حالتها المميهة؟ إذا غنحدد 100 وغادي الإسقاط هنا على هذا المنحنى، إذا غنلقى تقريبا أقل من 1000، 800-850 تقريبا، هذه درجة الحرارة باش يمكن لهذه الصخرة البيريدوتيت أنها تنصهر جزئيا في حالتها المميهة، أليطا إيدغاتي. إذا هنا المقارنة، من خلال المقارنة شنو كيبان لنا؟ شنو الاستنتاج؟ الاستنتاج وهو أنه إذا كانت مميهة تكون درجة حرارة الانصهار الجزئي أقل من درجة حرارة الانصهار الجزئي في حالة إذا كانت جافة. بمعنى آخر أن الماء يسهل عملية الانصهار، يعني أن الصخرة إذا كانت مميهة تكفيها درجة حرارية أقل باش يمكن لها أنها تنصهر، بينما إذا كانت في حالتها الجافة خصها واحد درجة حرارية أعلى، مثلا كما شفنا هنايا أعلى باش يمكن لها أنها تنصهر. هذا هو اللي كاستنتاج بالنسبة لهذه الظروف التجريبية. الآن غنمشيو للواقع. الواقع أشنو لاحظنا؟ على أنه في ذلك العمق اللي هو عمق 100 كيلومتر تقريبا، قلنا أن صخرة البيريدوتيت حنا نشوفوا شنو غادي يوقع لها، ولكن بين قوسين على أنه درجة الحرارة السائدة في ذلك العمق حوالي 1000 درجة. التجارب بينت على أن درجة الحرارة السائدة في عمق 100 كيلومتر تقريبا هي 1000 درجة. السؤال، صخرة البيريدوتيت واش يمكن لها أنها تنصهر في هذه الدرجة الحرارية أم لا؟ جواب، كل اللي غادي يقول كتنصهر، كل اللي غادي يقول ما تنصهرش، كل اللي غادي يقول على حسب وجود أو غياب الماء، وهذا هو الجواب الصحيح. على حسب وجود أو غياب الماء. إذا كانت الصخرة في حالتها الجافة في هذه الدرجة الحرارية 1000 سوف لن تنصهر. أما إذا كانت في حالة مميهة في هذه الدرجة الحرارية 1000 يمكن أن تنصهر. ذو شغل. ولكن من الملاحظ على أنه في هذه الدرجة الحرارية 1000
في هذا العمق 100 وفي هذه الدرجه الحراريه 1000 كاين هناك سهره. اذا ماذا نستنتج؟ مادام هناك سهره يعني ان صخره البيريدوس راه انصهرت، ومادام انها انصهرت يعني واش في حاله الجاف، واش جاف ولا مويهها؟ طبعا الحال خصها تكون مويهها باش يمكن لها تنصهر. اذا فصخره البيريدوس فهي بالفعل فهي مميهه، وبالتالي في هذه الدرجه الحراريه المنخفضه يعني حوالي 1000 دخلت في شروط الانصهار وصارت وعطاتنا هذه الصهارة. السؤال المطروح وهو علاش هذه صخرة البيريدوتيت فهي مميهة؟ منين جاء هذاك الماء؟ شنو هو الجواب؟ الماء ما يمكن يجي الا من الانغراز ديال الصفيحة المحيطية المشبعة بالماء. فهذه الصفيحة المحيطية اثناء الانغراز ديالها كتعرض للضغط وارتفاع درجة الحرارة كيتحرر الماء، ينتشر الماء عبر صخور البيريدوتيت فتصبح مميهة. وهنا كتدخل في شروط الانصهار، يعني في هذه الدرجة الحرارية 1000 ممكن أنها تنصهر، وهي اللي ولدتنا هذيك السهارة وهي اللي عطتنا هذيك البراكين. بمعنى آخر، في حالة إذا ما كانش هناك هذه الظاهرة التمر، إذا ما غيكونش ماء، صخرة البيريدوتيت ما غتكونش مميهة، إذا ما يمكنش لها أنها تنصهر في هذيك الدرجة الحرارية 1000، إذا ما غتولدش سهارة، ولا ما تولدش سهارة يعني ما غيكونش هناك براكين. إذا الاستنتاج العام وجود البراكين دليل على ماذا؟ واش كاين تمر ولا ما كاينش تمر؟ نعم صحيح كاين تمر. إذا هذه هي العلاقة ما بين البراكين وظاهرة التمر، وهذا الشيء علاش كنقولوا على أن البراكين خاصية من خاصيات التمر. صافيين مزيان. عموما ممكن أننا نلخصوا المسألة في واحد الخلاصة وهو كيف نفسر تشكل هذه السهرة أصل تلك البراكين، يعني كجواب على هذا السؤال اللي كيتطرح في التمارين مثلا. الجواب شنو هو؟ وهو أثناء ظاهرة التمر وعند انغراس الصفيحة المحيطية الأكثر كثافة تحت الصفيحة القارية الأقل كثافة، تتعرض صخور القشرة المحيطية لارتفاع الضغط ودرجة الحرارة، مما يؤدي إلى تحرير الماء من معادن صخور القشرة المحيطية. الماء ينتشر عبر صخور البيريدوتيت وبالتالي تصبح مميهة، وهكذا تدخل في شروط الانصهار الجزئي، الشيء الذي يفسر تولد سهارة أو تشكل سهارة. هذه السهارة تصعد إلى السطح لتعطي براكين، أو تتبلور في العمق، بعض أجزاء منها تتبلور أو تتصلب في العمق لتعطي صخور بلوتونية بحال الجرانوديوليت مثلا، وهي صخور بلوتونات، صخور بلوتونية ذات بنية محببة مثلا. أما إذا صعدت إلى السطح فهي تعطي صخور بركانية ذات بنية كيف؟ بنية ميكروليتية. إذا فحد السهارة خص واحد يعرف هذه المراحل، من التمر ارتفاع درجة الحرارة، تحرير الماء غادي يؤدي إلى تمييه لصخور البيريدوتيت فتصبح تحت شروط الانصهار الجزئي كتولد سهارة. هذه المراحل خص واحد يكون ضامنها، وبالتالي ديك السهارة على حسب واش غتصلب في العمق او راه غتوصل الى السطح، واش غتعطينا براكين، واش غتعطينا صخور بلوتونية في العمق. اذا هذا على حسب المعطيات ديال التمارين. اذا هذه هي العلاقة بين ظاهرة التمر والبراكين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.